بعد قرار الحكومة المحلية القاضي بإيقاف منح بطاقات السكن للوافدين إلى كربلاء، تبرز استثناءات المتنفذين لتكسر تطبيق القرار الحكومي. حكومة كربلاء المحلية تقول إنها قد وضعت ضوابط لمنع الاستثناءات التي تأتي من قبل مسؤولين من خارج المحافظة، الأمر الذي سبب إرباكاً في عمل الحكومة المحلية هنا. ومن أبرز تلك الضوابط هو القيد الجنائي الذي من شأنه منع الاستثناءات بصورة نهائية. حقيقة سبب إيقاف البطاقة هو الاستثناءات اللي موجودة من خارج محافظة كربلاء من بعض المسؤولين، وهذه ما اجت بضمن ضوابط، طبعا هي اجت عن طريق علاقات، وهذه تسبب إرباك للمحافظة، إرباك كبير وعدم الانضباط بكل المستويات. أهم قضية بهذه الضوابط هي القيد الجنائي، طبعا هذا القيد الجنائي غير خاضع لأي استثناء. وعلى خلفية ما سببته الهجرة غير النظامية إلى كربلاء من مشاكل كثيرة، وصف كربلائيون قرار منع الاستثناءات في منح بطاقة السكن بالصائب، متخوفين المحسوبية في منحها احتيالا على القانون لغايات انتخابية. نعمل من الحكومة أنه ما تنطي بطاقة السكن عشوائية هيجي لأي واحد يجي للمحافظة. احنا دا نشوف كثرة العشوائيات هو سبب من أسبابه هو يعني إعطاء البطاقة لأي شخص. أغلبهم اللي يجون عندهم جرائم ويعني ما يقعدون بأماكن مخصصة، لا يروح يسوي له عشوائيات، وهاي العشوائيات تأثر حتى على الأحياء المجاورة. فنأمل من الحكومة أنه ما ينطون استثناءات ولا ينطون بطاقة السكن، ويحافظون على أمن وسلامة المحافظة. وتتربع كربلاء على عرش المحافظات الوسطى والجنوبية في أعداد العشوائيات نتيجة الهجرة غير المنتظمة. ليأتي القرار الحكومي بإيقاف منح بطاقات السكن كإجراء سريع لإيقاف هذه الظاهرة. علي خالد، ون نيوز، كربلاء.